ازيكم يا جماعة؟ أنا مساء محمد. النهاردة أنا عاملة بس فيديو مختلف قبل فيديو الشرح خالص. معلش أنا آسفة عشان شكلي كده، بس أنا بجد ما نمتش عشان قاعدة طول الليل بفكر ازاي هبدأ الفيديو ده، فيا ربي بس يكون هيأثر فيكم بطريقة إيجابية. And hey everyone, it's me مساء محمد، أو الأفضل مساء الخليفة. الفيديو ده أنا عايزة أسميه ما تخليش حاجة توقفك. ليه بقى؟ بصوا، في ناس كتيرة قوي شايفة ان الانجليزي ده صعب. اول حاجة، الانجليزي ده اغبى لغة حول، يعني على مستوى العالم، يعني انا بتكلم لغة غبية، واللغة العربية بتاعتنا دي تالت لغة على مستوى العالم صعبة جدا. فياريت يعني لو سمحتوا محدش يقلل من قدراته ولا حاجة توقفه. انا كبرت في السن وما تعلمتش، انا مش هعرف افهم، انا مش هعرف اعمل. بصوا يا جماعة، انا ما نزلتش كده بعرف كل حاجة ولا بفهم كل حاجة. أنا تعبت وذكرت لنفسي وفضلت ورا كل حاجة لحد ما فهمتها وحسنت إن النطق بتاعي. فأنا حبيت إن أنا الحاجات اللي أنا لقيتها صعبة وما عرفتش إن حد يوصلها بطريقة سهلة وجميلة، فأنا قلت أنا أوصلها لكم بطريقة أسهل. فإن شاء الله بإذن الله هساعدكم خطوة بخطوة في كل حاجة، ومش هوقف بس عند الساوند ولا هوقف بس عند الكتابة او الكونفرسيشن او اي حاجة. اي حاجة انتوا عاوزينها انا هساعدكم فيها، من التعليم للتأسيس للاطفال الصغير لحد الكبار، اللي عايز يسافر واللي محتاج ان هو يظبط النطق بتاعه، كل حاجة ان شاء الله انا هظبطها في الفيديوز بتاعتي. فبليز يعني ما تخلوش اي حاجة توقفكم. don't let yourself down، انت ما تغزلش نفسك. يعني هتلاقي ناس كتير بتحبطك سواء كنت بنت او ولد وسنك كبير، مش هتلحق تخلص، مش هتلحق تتعلم. كل واحد فينا عنده وقت، وانت لو عايز تعمل حاجة هتلاقي لها الوقت ايا كانت بقى. وبليز تاني، don't let yourself down، وما تخليش حاجة توقفك بس كده. في اخر الفيديو بقى في كده حبيت كلمات انت بتنطقها غلط، زي كلمة ووتر. مش عارف اسمها ووتر، عايزين تنطقها بالت ماشي، واتر او واتر، واتر مش ووتر. مش عارف اسمها ووتر. في الامريكان بقى بننطقها واتر، نيجي من الدهب بقى. انا لما بلاقي حرف التي بين حرفين متحركين اللي هما الفاولز بنطقها الده، وده خفيفة، يبقى water. وفي حاجة تانية، bottle، إزازة، أو bottle، bottle مش بوتل. في حاجات كده لازم نظبطها في النطق مش أكتر. ساندويتش، ساندويتش مش ساندويتش، أو ساندويتش مش اسمه ساندويتش كده اللي هو، لا خالص اسمه ساندويتش، ساندويتش. أوكي، اللي عايز يقول لي يبعت لي كلمات انطقها له بطريقه حلوه بطريقه سهله وصح وهيفهمها اللي قدامه يبعت لي، وانا في الكومنتس وانا هرد عليه وهعملها له كمان في فيديو المره اللي بعديها على طول. وان شاء الله استنوا مني فيديو للشورت اي واللونج اي، وكمان هحاول اشرح فيرب تو بي اللي هو الناس كلها بتتلخبط بينه وبين البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر. تمام يا جماعه، يا رب اكون افدتكم وشجعتكم، ولو سمحتوا برضو ما تخليش حاجه توقفك وانت ما تغزلش نفسك. don't let yourself down. وفي اغاني حلوه قوي اسمعوها، منها اغنيه أديل اللي هي امين نيرز جو، حلوه قوي هتعجبكم وكلماتها واضحه، حتى هي بتنطقها بطريقه واضحه. تمام، اشوفكم ان شاء الله فيديو جاي.